موجز الواحد الظهران، أهلا بكم. اختتمت فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب والذي عقد على مدى يومين بمكتبة الإسكندرية، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام أعمال وفعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب على أن خلق مساحات للحوار وتبادل الرؤى بين فئات المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة هو أمر حتمي وضرورة واجبة. يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع لبحث دعم الحرف المهنية وتأمين المتاحف على مستوى الجمهورية، فيما عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان بحضور وزراء الصناعة والري والإسكان ومحافظ أسوان. كان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مؤخرا مع محافظ الإسكندرية ومطروح والبحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظات الثلاث، ووجه إسماعيل بضرورة استكمال تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة. هذا وتنطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال وفعاليات الدورة 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على مدى 3 أيام برئاسة رئيس وزراء البلدين. رحبت مصر بنتائج لقاء كل من فايز السراج ورئيس المجلس الرئاسي الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في فرنسا. وفي بيان لوزارة الخارجية اعتبر أن لقاء السراج وحفتر خطوة إضافية على طريق التوصل إلى تسوية ليبية سلمية شاملة. يواصل الفلسطينيون الصلاة في شوارع القدس الشرقية المحتلة والامتناع عن الدخول إلى باحة الأقصى حتى إنهاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على المسجد. كانت الأراضي المحتلة قد شهدت تصعيدا إسرائيليا على الساعات القليلة الماضية، حيث أصيب 15 من المصلين في محيط المسجد الأقصى إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصعدت شرطة الاحتلال من استخدام القوة المفرطة ضد المصلين الفلسطينيين خلال الاشتباكات التي اندلعت في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة. مشاهدينا الكرام، نهاية هذا الموجز الإخباري.